وينضم إلينا من نابلس الدكتور عبد الجليل حنجل المتحدث باسم الهلال الأحمر الفلسطيني. دكتور عبد الجليل، أهلا بك على شاشة القاهرة الإخبارية. هناك يعني يواصل جيش الاحتلال بحصار المبنى التابع للهلال الأحمر الفلسطيني في جباليا، ما هي آخر التطورات على هذا الموضوع؟ يعني ما زال الحصار موجود على النقطة الطبية الخاصة بنا في جباليا تحديدا. هذه النقطة تحتوي على عدد كبير من الموظفين والنازحين والإصابات، 127 شخص هم موجودين في هذه النقطة الصغيرة، 22 منهم هم مصابون فعليا يتلقون العلاج في تلك النقطة. هذا المكان هو تم استقبال فيه مرضى بسبب توقف خدمات الإسعاف في شمال قطاع غزة تحديدا وفي تلك المنطقة تحديدا بسبب منع قوات الاحتلال من إدخال الوقود الى لصالح سيارات الاسعاف. فبالتالي هنا كان هناك اصرار من طواقمنا على استمرار تقديم الخدمه وقاموا بفتح هذه النقطه الطبيه، ولكن للاسف الان تم حصارها ومنذ يومين، لكن اطلق الحصار خلال الفتره الزمنيه الساعات الماضيه تحديدا حول هذه النقطه. المشكله الاكبر هي انه لا يوجد لدينا اتصالات واضحه هناك بسبب عدم وجود أو هناك انقطاع كامل الاتصالات في تلك المنطقة تحديدا. نعم، وما هي آخر التطورات فيما يتعلق بأطقم الهلال الأحمر الفلسطيني، وإلى أي مدى تستطيع تقديم خدماتها، في أي مناطق تستطيع تقديم خدماتها في قطاع غزة؟ يعني نحن نعمل عن طريق مستشفى الأمل بالتأكيد كمستشفى على استقبال الإصابات والشهداء في تلك المنطقة في خان يونس. لدينا 18 سيارة إسعاف تعمل، لدينا 81 كادر صحي مسعف وضابط وإداري يعملون ومتطوع يعملون في قطاع دائرة الإسعاف. لدينا دائرة الكوارث تعمل حاليا على إنشاء مستشفى الهلال القطري وهو مستشفى ميداني في رفح. لدينا استجابة على مدار الساعة عبر سيارات الإسعاف التي تمقت للعمل، وهي 18 سيارة كما تحدثت، وهي في مناطق جنوب غزة والوسطى تحديدا، لأنه في شمال غزة وغزة لا يوجد آلية للتشغيل بسبب حصار النقطة الطبية في شمال غزة، وأيضا خروج النقطة في تل الهوى أو المركز الخاص بنا والمحطة الموجودة في تل الهوى ومستشفى القدس تحديدا. وفيما يتعلق بالوصول إلى الجرحى وإلى الضحايا، كيف يقوم يعني الهلال الأحمر الفلسطيني بالعمل وسط القصف العنيف أيضا لقوات الاحتلال الإسرائيلي؟ يعني هناك خطر شديد على حياة الموظفين، واستشهد لدينا 6 وأصيب عدد كبير أيضا أثناء أدائهم للخدمة في قطاع غزة من المسعفين لدينا، ولكن نحن نصل إليهم على الصوت في ظل انقطاع الاتصالات. هذا بما يخص الاعتداءات بالقصف، لكن الحالات المرضية العادية والطارئة والحالات الولادة الطارئة لا يستطيع المواطن التواصل مع غرفة العمليات الخاصة بنا بسبب انقطاع الاتصالات والإنترنت لليوم الثامن على التوالي تحديدا اليوم، وهذا يؤدي إلى خطر شديد على حياة هؤلاء الفئات من المرضى الذين هم بحاجة إلى خدمات طبية عاجلة واستجابة سريعة لسيارات الإسعاف. هل هناك مستشفيات تابعة للهلال الأحمر الفلسطيني لا زالت تعمل في الشمال، وأنتم يعني فقدتم الاتصال بالشمال، وكما تقول دكتور حتى في الجنوب في ظل انقطاع الاتصالات هناك صعوبة أيضا بالتواصل؟ في الشمال لا يوجد لدينا مستشفى يعمل، لدينا النقطة الطبية وهي محاصرة الآن. نحن لدينا مستشفيين في قطاع غزة تحديدا، مستشفى الأمل ومستشفى القدس، تم إسلاؤه قصرا بعد حصاره واستهدافه منذ أسابيع طويلة، وطواقمه ستعمل في المستشفى الميداني في رفح. أما مستشفى الأمل هو على حتى الآن هو يعمل وهو في منطقة خان يونس. أما في شمال قطاع غزة للأسف لا يوجد لدينا مستشفى تابع للهلال الأحمر الفلسطيني يعمل، ولدينا فقط النقطة الطبية. وحصار مراكز الإسعاف دكتور، يعني كيف يتم التعامل معه، خاصة بأن هناك أيضا قناصة تعتلي أسطح المباني المحاذية له، وهذا بالتأكيد نابع من محاولات جيش الاحتلال يعني إعاقة عمل الهلال الأحمر الفلسطيني؟ نعم، يعني هذا بالتأكيد، يعني هذا هو جزء من
الذي يحدث على القطاع الطبي بشكل عام من تضييق، ولا ندري ما هو الهدف من ذلك، وهي اسقاط المنظومة الصحية. المنظومة الصحية تتكون ما قبل المستشفى والمستشفى وما بعد المستشفى من اللي هو عمليات الرعاية. ما قبل المستشفى هي خدمات الإسعافية عبر مراكز الإسعاف، وهي متقطعة الآن كما قلت لك. في شمال غزة لا يوجد لهذه الخدمة من وجود تابع للهلال الأحمر الفلسطيني بسبب التضييقات الكبيرة، حصار المحطات وأيضا منع الوقود. في منطقة الجنوب كما قلت لك هناك تحرك لسيارات الإسعاف تابعة للهلال الأحمر الفلسطيني، لكن عددها طبعا تقلص بسبب عدم وجود وقود كافي وأيضا بسبب الاستهدافات. لدينا 12 سيارة إسعاف تدمرت بشكل كامل، لدينا 19 سيارة إسعاف تدمرت بشكل جزئي، وأيضا هناك استهداف لأكثر من 105 سيارة إسعاف بشكل عام في قطاع غزة، تدمرت 59 سيارة إسعاف منها بشكل كامل للجهات المختلفة. هذا يعني هذا هو الذي يحدث على جهاز الإسعاف تحديدا في قطاع غزة، وهو المرحلة الأولى وهي إرسال المريض إلى المستشفى. أيضا في المستشفيات تم استهدافها، مستشفى الشفاء عاد للعمل في بعض مرافقه بصورة محدودة للغاية، وتم قصف مبنى الجراحات التخصصية قبل عدة أيام، واستشهد 25 مواطن هم يتلقون العلاج أصلا بسبب الإصابات، واستشهدوا بسبب إصابات بالغة جدا بسبب الاستهداف يقصف لهذا المستشفى. إذا في جميع مراحل الخدمات الطبية هناك استهدافات للأسف. يعني هذه الاستهدافات منذ بداية العدوان على قطاع غزة دكتور، ولكن هل يتم التواصل مع أهل الهلال الأحمر بشكل عام، يعني المراكز الرئيسية والمركز الرئيسي للهلال الأحمر، لشرح ما يقوم به جيش الاحتلال فيما يتعلق باستهدافات للهلال الأحمر الفلسطيني؟ وهل هناك من يعني حلول أو محاولات لإعطاء الفرصة للهلال الأحمر للعمل في ظل هذا العدد الكبير أيضا من الجرحى في مختلف مناطق قطاع غزة؟ يعني صدقيني بعد وجود هذه التغطيات الكبيرة من الإعلام لما يحدث، الكل يعلم ماذا يحدث على أرض الواقع، الكل شاهد مقاطع استهداف سيارات الإسعاف للهلال الأحمر الفلسطيني بداية العدوان واستشهاد الزملاء في داخل سيارات الإسعاف. يعني نحن نقوم برصد هذه الانتهاكات بشكل دوري وإرسال هذا الصليب الأحمر الدولي، لكن على أرض الواقع برغم هذه الرصد هذا كله على أرض الواقع ما زالت الاعتداءات موجودة. فهنا هذه هي المشكلة الأساسية، الاستهدافات هي تؤثر بشكل كبير على حياة الموظفين وأيضا على حياة الإنسان. هذه الخدمات هي تنقذ حياة، ونحن كجمعية قائمة على الإنسانية والحيادية كان هناك إصرار من الطواقم وما زال وسيبقى على تقديم هذه الخدمات حتى آخر لحظة. هذا هو كامل الرسالة التي تصلنا من طواقم الهلال الأحمر الفلسطيني، أنهم مستمرون في هذه الخدمات مهما حصل. نعم، كل الشكر لك الدكتور عبد الجليل حنجل المتحدث باسم الهلال الأحمر الفلسطيني، كنت معنا من نابلس.